يا صباح الخير عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال يا رب. النهاردة ان شاء الله هنكمل جولتنا اللي ابتديناها ان شاء الله يوم الحد اللي فات. جبت لكم منها كده شوية لقطات علشان خاطر اللي ما شافش الفيديو اللي فات يتحمس جدا ويروح يشوفه، كان فيه حاجات حلوة جدا جدا. وحاسب لكم برضو لينك الفيديو اللي فات للي ما شافوش في اول تعليق مثبت، وهنكمل جولتنا على طول من اول ما وقفنا الجولة اللي فاتت من جوه الحارة اللي كنا بنصور فيها. من عند اللقطة دي بالظبط انتهينا، وهنكمل بقى جوه الحارة بتاعتنا كده علشان نشوف دهاليز الوكالة وخبايا الوكالة وكنوز الوكالة اللي ما كناش نعرف عنها حاجة. انا عن نفسي رحت المرة دي مكان انا معرفوش، ما شفتوش قبل كده وعمري ما رحت ولا صورت فيه، لكن هصور لكم فيه دايما علشان بصراحة أنا شفت فيه حاجات كتيرة جدا جدا جدا. هنشوف مع بعض بقى كل أنواع الستاير والسجاجيد وقماش التنديد وبأرخص الأسعار بجد، وكميات حلوة جدا، ومش قادرة أقول لكم شكل الستاير وألوانها عامل إزاي، ويعني بصراحة كل حاجة حلوة في السوق ده. طب هنروحه إزاي؟ هنكمل من الحارة بتاع هو كل الوكالة مفتحة على بعض، يعني لو نزلت من ناحية الكورنيش كده ودخلت من جوه من ورا البنك الاهلي، وروح قولي انا عايزه اروح شارع المطبعه الاهليه. شارع المطبعه الاهليه ده شارع مشهور جدا، هناك مليان بقى، كله واسع، اولا واسع جدا جدا جدا، ثانيا كله بقى فروشات، الناس يعني فرشه في الارض، شنط وجزم ولبس ومفارش انتريهات وستاير وباقي قماش تنديد، حاجات كتيره جدا، وكمان ادوات مطبخ زي ما شفتوا كده، كل حاجه موجوده بجد بجد، من الإبرة للصاروخ كل حاجة هتلاقيها هناك، لغاية فرش كامل كله عبارة عن خيوط وأستك ودانتيل والحاجات اللي يعني الناس اللي ليها في الخياطة والحاجات دي هي اللي بتفهم فيها أكتر، كل حاجة. وكمان فيها لغاية الأجهزة الكهربائية اللي هي الأدوات المطبخ البسيطة زي خلاط، كبة، هتلاقي أدوات كهربائية، كاتل، مش عارف إيه، حاجات كتيرة جدا بصراحة. المرة دي يعني انا هفسحكم 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 بجد، هتنبهروا من اللي هتشوفوه، لان الجزء ده من الجولة دي رهيب، انا كنت مبسوطة بيه جدا. بعيدا يعني ان انا حصل موقف كده، حد اتخانق معايا علشان التصوير، حد من البياعين يعني، والست كانت معاملتها صعبة جدا ومش عايزة تتفهم اصلا الموقف، وده انا بستأذنك يعني، انت ليه مجرد ان انت بتستأذنيها علشان تصوري، تصورينا ليه؟ دول بيجوا بعد كده يتخانقوا معانا، دي الحكومة بتيجي تشيلنا وانتوا السبب، وطلعت فيا كأن انا السبب في كل حاجة حصلت لهم وهتحصل لهم بعد كده وحصلت قبل كده. بس على العموم الحمد لله يعني عدت على خير، بس بصراحة انا خفت جدا ما اكدبش عليكم يعني، لان انا لوحدي وهم كلهم بقى صحاب، وكانت بتنادي على اصحابها وزمايلها اللي في الفروشات تقول لهم تعالوا الحقوا، هتطلعوا على التيك توك، هتطلعوا على اليوتيوب، وانا يا جماعه انا ما بطلعش حاجه، انا ما عنديش تيك توك. تقول لك لا انا ما بحبش، قلت لها والله انا ما صورتكيش، انا لسه بقول لك انا عايزه اصور، وهي ولا هي هنا ولا حياه لمن تنادي، هي مقتنعه ان طالما في ايدك موبايل وجايه تقول لي اصور يبقى انت صورتي يعني. المهم ان الموضوع الحمد لله عدى على خير، لكن كان موقف صعب جدا، وانا بصراحه خفت جدا، لانهم كتير وانا لوحدي ومفيش لغه حوار، مفيش تواصل بينا، يعني هي بتهاجم على طول وانا يعني بحاول ابرر لها، بس هي مش قادره تتقبل ده، هي مش متقبله مني، انا عندي عيب في جامعات، يا ستي انا مش هصورك والله، يا ستي انا اصلا ما صورتكيش، مفيش فايده. بس الحمد لله عدت على خير وكملت الجوله عادي وكأن شيء لم يكن. بعد شويه كده يعني لما توترت حبه كده وبطلت تصوير ومشيت شويه، بعد كده رجعت هديت تاني وصورت كأن ما حصلش حاجه، وزي ما قلت لكم الحمد لله عدت على خير. وياما ياما بنقابل الحاجات دي، قابلتها مرة قبل كده بس ما كانتش بالحدة دي، لانها كانت من الراجل، يعني اعتقد ان الستات بتبقى احد شوية هناك في المعاملة من الرجال. زي ما قلت لكم بقى الحتة دي مليانة يعني فروشات مختلفة وعليها حاجات حلوة جدا، واسعارها بصراحة جميلة، يعني في قطع شوزات هنا ب15 وب10 وب20، والشنط نفس الحكاية، واللبس برضو كل اللبس، يعني الفرش ده القطعة فيه ب5 جنيه، الجلابية القطيفة الكبيرة دي مش عارفة اسمها قطيفة ولا اسمها فوطة ولا ايه، اللي بيبقى ليها فروة زي البيجامات كده وليها زعبوط ب5 جنيه، الفرش كله يعني عليه لبس.
القطعة بخمسة، ودي طبعا منتجات العناية بالبشرة اللي احنا اتعودنا نشوفها خلاص. والست دي كان معاها لبس اطفال ولبس حديث ولادة، اي قطعة ب5 جنيه، وده فرش شنط وشوزات، الشنطة ب35 والشوزات برضو كانت ب35 جنيه، والرجالي ب50. وبرضو يعني ايه، طول ما انت ماشية كده طبعا مليان فروشات، احنا هنعدي على فروشات كتيرة جدا جدا قبل ما نوصل لبقى طريقنا دي. الحارة اللي احنا ماشيين فيها دي كلها على الجنبين مليانة الحاجات اللي انتوا شايفينها دي. طول ما انت ماشية الناس بتتسوق، والسوق كان زحمة جدا. احنا دلوقتي كان حوالي الساعة 10 الصبح، لاني صورت الجزء الاولاني كان بدري عن كده، على ما جيت انا كانت بقت 9:30 10 كده. ده بقى مع اول محل ستاير قابلته. المنطقة اللي احنا فيها دي بقى يا بنات كلها عبارة عن محلات ستاير ومفروشات، لكنها قافلة يوم الحد، بتفتح للبواقي بس. يعني ايه؟ يعني هو مثلا عنده ثوب كبير جدا ستارة وخلصت بقى منه 5 6 متر، بيروح عارضهم بسعر مختلف بره. يعني الستارة اللي كان بيقصها دي كانت حلوة جدا، بيبيع المتر فيها ب25 جنيه، القطعة على بعضها كانت 4 متر ونص. قال لها احسبها لك 4، كان في واحدة يعني بتشتريها المتر ب25 جنيه، المتر ب25 جنيه. تمام. بعد كده هنمشي شوية، ده اول محل قابلنا، ونورت لكم اسمه، تقريبا اسمه معرض السلام على للمفروشات، علشان تبقوا عارفين او تستدلوا بيه يعني. وانتي اصلا مجرد ما توصلي هناك هتلاقي الحواري بتشدك لوحدها، هتلاقي شوارع مفتحة ومليانة فروشات ومحلات وفوط، وكل حاجة هناك موجودة، لحفة، بطاطين، كوفرتات، مفارش، ملايات، كفر، مراتب، كل حاجة هتلاقيها هناك، غير قماش التنجيد والستاير والفوط. بصراحة الحتة دي بالنسبة لي اكتشاف، انا معرفش يعني الناس كلها طبعا مالية السوق وكلهم عارفينها، بس بالنسبة لي انا اول مرة كنت اروح هناك، واول مرة اصور لكم هناك. ان شاء الله ربنا يقدرنا كده ونكتشف كل مرة حتة جديدة، علشان خاطر اللي مش عارف حاجة عن الوكالة يعرف. حتى بالمناسبة ست بتقولي، كانت بتقولي انت بتصوري ليه، هو في حد مش عارف الوكالة ومستنيك انت تعرفيه؟ قلت لها يا ستي انا بصور علشان خاطر لو حد مش عارف، او لو انت عندك حاجة مميزة يجوا، لو هم حابين يجوا يشتروا من عندك، او انا مثلا في ناس بتبقى مش عارفة تروح، اقول لها تروح ازاي، او بوريهم اماكن جديدة. تقولي كل الناس عارفة سوق الحد، كل الناس عارفة الوكالة، مش مستنينك تعرفيهم. وكانت بتهاجمني بشكل مش طبيعي تقريبا، علشان هم التصوير ده بيضرهم. انا سألت ناس قالوا لي ان هم كل شوية الناس او الحكومة بتيجي تنقلهم، لانهم ما بيبقوش عارفين عنهم حاجة، والتصوير ده هو اللي بيعرفهم اماكنهم وبيعرفهم هم فين، فده بيضرهم في اكل عيشهم. فده اللي اتقال لي بعد كده، لكن هي كانت فعلا محتضة عليا جدا. بعد كده انا عرفت يعني هي كانت زعلانة ليه وبتزعل من التصوير ليه، وانا فعليا ما صورتهاش، لان انا اصلا كنت راح استأذنها علشان اصورها، فهي رفضت واتخانقت معايا، فانا اصلا ما صورتهاش. بعد كده ده الست دي عندها طقم لحافة اطفال، بصراحة دبل فيس كده، واحد اصفر والتاني رصاصي، بصراحة شكلهم حلو جدا. بس بصراحة هي قالت لي الواحد ب250، يعني الاثنين ب500، فاعتقد ان هما كده هي مغلياهم برضو على انهم يعني برضو مستعملين. هما صحيح خامتهم حلوة جدا، وبتقول لي خارج فنادق ومش عارف ايه، ولكن برضو هما بالنسبة لي انا من وجهة نظري شايفة ان هما كده غاليين. معرفش انتوا رأيكم ايه، برضو كل واحد ليه وجهة نظره. كان عندها كمان كوفرتات فرو ودفايات سراير وحاجات من دي كتير يعني. برضو ده كان فرش واحدة معاها عبايات سمرة ودرسات، وكانت ب150 جنيه، فيها حاجات حلوة على فكرة. لكن زي ما قلت لكم انا علشان بصور بموبايلي بيبقى في ايدي، فما بعرفش افرد لكم الحاجة. والبياعين هناك يعني كتر خيرهم، كفاية ان هم بيرضوا يخلوكي تصوري الفرش وانت مرة، لكن كمان مش هتفرد لك، لان هم بيخافوا جدا يظهروا في التصوير. بعد كده عدينا، بصي انا زي ما قلت لك المنطقه دي كلها عباره عن محلات مفروشات او قماش تنجيد وستاير. القماش ده كان المتر ب25 جنيه، اللي هو ايوه ده المتر كان ب25،
وهم مثلا بيقولوا لك ب 30، فانت تقولوا له طيب وتمشي، يقول لك لا طب تعالي ده ب 20. طب فاهمه كده بيفصلوا كمان في الامطار دي. دي المحلات بيبقى عندهم فضلات اكواب زي ما قلنا، وبيبيعوها بالطريقه دي او بالسعر ده. الست دي برضو عندها لعب اطفال وشنط وحاجات كتير كده، بتبيع لعب الاطفال اي قطعه ب 5 جنيه، والشنط فيه ب 20 ب 35، يعني اللي بيجي معاها بتقوله، وانتي اللي بيجي معاكي برضو بتديه لها وبتاخدي اللي انت عايزاه. هما يعني الناس غلابه ربنا يراضيهم برضو، وبيسعوا على اكل عيشهم. وحتى اللي اتخانقت معايا ديت يعني لما عرفت السبب، هي برضو عندها حق، طالما ده بيأذيها في اكل عيشها من حقها انها تدافع عن اكل عيشها، ولكن كان الاسلوب بس والطريقه هي اللي كانت زياده حبتين، لان هي هجمتني انا كان انا السبب في كل ده، وانا بستأذن اصلا، ما كنتش بصور، انا كنت بستأذن اصور. ده فرش بيبيع لحفه فايبر بس من الرخيصه بقى، يعني بتبيع الواحد ب 30 و 40 حاجات كده، يعني سعره كان، لانه هو برضو الفايبر بتاعه خفيف شويه لكن برضو يمشي الحال. يعني في ناس كتير كانت بتاخد منها ب 35 و 30 و 20 كمان. اللحافه دي اللي هو فيه الاطفال كانت بايعه واحد قدامي يعني ب 20 جنيه. فرش القمصان اللي عدى الرجالي ده، القميص ب 35 جنيه، بس ستاند كامل قمصان رجالي القميص ب 35. وده برضو تاني محل بيبيع قماش تنجيد، القماش اللي فوق ده ب 30. ولما قلت له ماشي ومشيت، ندى عليا قال لي برضو في حاجات ب 20، اللي هم المطبقين اللي في اللي تحت دول. بعد ما مشيت ندى عليا المطبقين اللي تحت دول، هوريه لكم دلوقتي، ب 20 جنيه. وبصراحه خامتهم حلوه جدا وجامده جدا، مش من الخامات الضعيفه ولا اللي من تاني يوم تلاقيها نسلت وبزرت ولا الكلام ده خالص. قماشات جامده جدا، تنفع مثلا في تنجيد لو هتعملي مثلا الكراسي بلون مشجر او الفسانات او الحاجات دي، حلوه جدا جدا. وبصراحه السعر لا يقارن، المحلات اسعارها رهيبه. المتر ب 80 جنيه، المتر ب 80 جنيه، ومش قماش تنجيد انتريهات، ده قماش تنجيد مراتب، يعني اللي هو اقل حاجه ب 80 جنيه. انا سالين عليه من الشهر اللي فات، كنا عايزين يعني نعمل مراتب وكده، المرتبه التنجيد المتر ب 80 جنيه، وارض حاجه فهنا بقى احلى حاجه وب 20 جنيه وب 35 جنيه. فبصراحه اكتشاف بالنسبه لي المكان رهيب رهيب. حبيبتي اللي كانت بتقول صور لنا الستاير عشان عايز اعمل ستاره، الستاير ماليه الدنيا اهي، تعالي اسالي على شارع المطبعه الاهليه ورا البنك الاهلي على طول، هتلاقي كنز من الستاير بجد، اذواق حلوه جدا. وفرصه طبعا ان المتر يبقى ب 25 وب 30، علشان خاطر هي مهما كان في الاخر بتبقى فاضل الثوب، لكن انت ممكن لو ستارتك 4 متر 5 متر هتلاقي بكل سهوله. يعني الستاره لما بتبقى 5 6 متر بالكتير قوي دي حلوه جدا، وكمان لو يعني 5 متر حلوه برده، مش شرط تبقى 6 ولا كمان اكتر من كده. فبصراحه الستاير حلوه قوي هناك. فرش شنط ده كنز من الكنوز اللي مدفونه هناك بجد. الشنطه ب 45 جنيه شنط جميله جدا زي ما انتم شايفين. ده برده طول ما انا ماشيه كده في الحاره، يعني حاره بتاخدني من حاره لحاره بتاخدني كده. انا بالنسبه لي انا لما رحت هناك تهت، ما كنتش عارفه ارجع، سالت علشان اخرج تاني خالص بره عند زكي السماك، بس بسهوله يعني خطوتين لقيت نفسي بره عند على الكورنيش، بره خالص خطوتين اتنين من الحتت دي لقيت نفسي بره. انتي اما تروحي وتظبطي امورك وتاخدي كل حاجتك مش هتتوهي، هتخرجي بسهوله. تمام تمام، احنا كده فين؟ احنا كده لسه ما دخلناش كمان، يعني احنا كل ده رايحين على شارع المطبعه الاهليه اللي عنده بقى كم هائل من محلات السجاد والمفروشات وكمان محلات الستاير. هنقابلهم دلوقتي، عندهم شويه سجاد روعه بجد، كمان اللي هي الموكيت الطويل اللي هو بتاع الطرق اللي بتقص منه بالمتر ده، حاجات اشكالها جميله جدا وبصراحه يعني تحف. الست بتاعت الشنط اللي احنا ايوه دي، الشنطه عندها ب 35 جنيه، عندها بصراحه شنط حلوه، الشنطه ب 35 جنيه بس، والبوكات طبعا يعني بتمن البوكات برضو ب 35. وده بعد كده بقى انا هلف بقى، يعني قدامي كده خلاص مفيش حاجه، هرجع بقى الف بظهري. ده شارع المطبعه الاهليه اللي انا بقول لكم عليه، هو شارع مكشوف كده شويه، يعني مش حاطين عليه الحاجات اللي بيبقوا حاطينها على
اسمها ايه يعني، وراهم صاج اخضر كده ماشي بيفصل بينهم وبين بره، ومكشفين الشارع يعني، مش بيبقوا حاطين كده تن، ايوه تن، ده بيبقوا حاطين تند مش حاطين حاجه. بعد كده هنخش بقى، هتلاقي انت قدامك ايه، لفات السجاجيد والموكيت والمشايات والحاجات دي. هنخش بقى الشارع اللي على النصيط والسجاد والحاجات دي علشان خاطر اوريكي بقى كم المحلات بتاعت الستاير والمفروشات، وبرده في لبس وفي ادوات مطبخ واطباق وبرسلين ومعالق، وبرده في منتجات العنايه بالبشره، منتجات السكين كير، وبرده هتلاقي نضارات، هتلاقي كل حاجه اهو. ده اول محل سجاجيد كبير هنقابله على نصيط شارع المطبعه الاهليه. وزي ما قلت لك برده في محلات لبس، بصي اشكال السجاد عنده عامله ازاي، وبصراحه برده الاسعار هناك حلوه جدا جدا، والناس كلها بتشتري من هناك. انا اكتشفت ان الدنيا كلها كانت هناك يوم الاحد، يعني في حتت كنت بشيل منها الزحمه، وفي حتت كنت بتعمد اسيب لكم ان انا وانا مش عارفه امشي من كتر الزحمه، علشان تبقوا عارفين ان كل الناس بتروح، يعني لا انت بس هتروحي ولا انا بس بروح ولا مش عارف ايه، كل الناس بتروح هناك، كل الناس بلا استثناء بتروح سوق الحد. سوق الحد بالاكتشاف يا جماعه، والله العظيم يعني اي حاجه تتخيليها هتلاقيها بتتباع هناك، وبالاسعار بقى يعني انت يعني انا مش هقول لك الاسعار عامله ازاي. انت لما تروحي تشتري اطباق بورسلين الطبق ب 10 جنيه، لما تروحي مثلا تشتري اي حاجه، اي حاجه من هناك تتخيليها، الاسعار هناك رخيصه جدا، زهيده جدا، يعني اللبس رخيص والمفروشات الستاير كل حاجه، السجاجيد كل حاجه هناك سعرها مختلف عن اي منطقه انت ساكنه فيها. مهما كان المنطقه اللي انت ساكنه فيها اسعارها هاديه، هناك ارخص بكتير. ده شارع المطبعه الاهليه زي ما قلنا، وزي ما انت شايفه كده على الصفين هم فرشين الستاير بتاعتهم بواقي قماش التنجيد. والشارع ده يا بنات فيه قماش المتر فيه ب 10 جنيه قماش تنجيد، ده بقى مثلا ينفع للمراتب، او برضو ينفع لو حد هيعمل بيه انتريه، يعني اذواق فاهمه. ولكن انا هوريك اهو، ده القماش المتر فيه ب 10 جنيه، كل القماش اللي على ايدك اليمين ده المتر فيه، او على ايدي انا اليمين المتر فيه ب 10 جنيه. وهنرجع نصور عنده تاني. دي الست دي، ده اللي انا بقول لك فرش بيبقى عليه بقى ايه، كل زي بره كده في الوكاله من بره قدام زكي سماك بتاع الست ام ايه اللي عندها حاجات كتير كده مشكله، هو ده نفس الطريقه ونفس الفرش، كوبايات على اطباق على مجات على حاجات كده استلس على الحاجات دي يعني، ومعالق والحاجات دي. وربنا يرزق الجميع ويرد الجميع، والله العظيم سبحان الله، رغم ان البياعين كتيره جدا جدا جدا، الا ان الناس اكتر يعني، برضو كله بيبيع، الناس اللي بتشتري اكتر، فكله الحمد لله بيبيع وبيتراضى. ربنا يرضي الجميع ويرزق الجميع يا رب من فضله، واحنا من ضمن الناس. ده فرش نظارات برضو، كان عندها نظارات حلوه قوي، ربنا يرزقها ويرضيها، كان معاها يعني ابنها وكده شكله تعبان. اللي يروح هناك ويعجبه حاجه من عندها يا ريت يشتري منها، حاجتها والله العظيم حلوه جدا، ونظاراتها شكلها يعني ما تحسيهاش ان هي يعني حاجه كوبي ولا كده، شكلهم حلو قوي وشيك وصافيه كده، يعني انا مسكت كذا واحده صراحه حلوين قوي، ربنا يرزقهم. اهو زي ما قلت لكم اللي على اليمين ده كله ب 10 جنيه، كل القماش اللي على اليمين ده المتر فيه ب 10 جنيه، ب 10 جنيه بس، يعني كل الاذواق موجوده وكل الامكانيات موجوده، يعني اللي عايز يشتري ب 10 هيلاقي، واللي عايز ب 20 هيلاقي، اللي عايز ب 30 هيلاقي بصراحه. والستاير بصي ذوقها عامل ازاي، ستاير حلوه قوي يعني بصراحه، حتى كمان الستاره اللي كان في الاول خالص عند مفروشات السلام دي اللي كان الراجل بيبيعها دي كانت عاجباني جدا بصراحه يعني. والاسعار بقى زي ما قلت لكم كده ب 25 جنيه، وكمان بيفاصل، يعني انت مثلا هيقول لك ب 25 لا ب 30 مش عارف ايه، وهو بيقيس هيلاقي مثلا ربع متر زياده نص متر زياده، برده ما بيتحسبش، لان انا ببقى واقفه وانا بصور والناس بتشتري، فانا ببقى شايفه ان ده بيحصل يعني. برضو القماش ده يا جماعه، برضو كل القطع القماش الكبيره ديت اللي محطوطه في الارض، وبرضو اللي هي ايوه دي شكلها حلو قوي الاحمر اللي هي المربعات دي، معرفش هي ليها اسم ولا ايه، اللي هي عامله زي الحاجات البدوي دي، شكلها حلو جدا. والاسعار زي ما قلت لكم كلها زي بعضها، من يعني من 30 اقصى حاجه 35، وبينزلها لك ل 30،
اللي هي الفضلاطين 50 هنشوف والسجاجيد والنشايات دي بصراحة جميلة جميلة وشيك ورقيقة كده، والأسعار برضو هادية جدا. أنا سألت على كام حاجة بس سامحوني ما افتكرتش، وكمان وأنا بسأله كان للأسف التصوير مش شغال، يعني لما سألت دي بكام ودي بكام ودي بكام، كنت أنا فاكرة إن أنا بصور وأنا ما كنتش بصور، فللأسف ما طلعتش في الفيديو وما افتكرتش حاجة. خلصنا شارع المطبعة الأهلية وخرجنا من الحارة اللي جنبه على طول، برضو كده هديكي فكرة عن الحاجات اللي موجودة واللبس اللي موجود، يعني ستاندات لبس هتلاقي برضو في الشارع، وجواكت عادي جدا وكالة عادي جدا، ولكن بيزيد عليها الستاير والمفروشات والسجاجيد اللي احنا صورناها، بس الحتة دي حسها أرخص بكتير كمان من شارع زكي السمان. يعني من واقع خبرتي بقى وزيارتي المتكررة للوكالة علشان التصوير وكده، اغلى شارع في اللبس في سعر اللبس هو شارع زكي سلمان. في شوارع جوه فيها الجواكت ب80 و100، الجواكت الكبيره مش الاطفال، وكمان زي ما احنا متفقين يوم الجمعه بيبقى تحت الكوبري اللي بره خالص اللي جنب صيدليه الاسعاف احلى وارخص لبس في الوكاله. يعني يوم الجمعه دي انا ما بدخلش الوكاله من جوه، كل تصويري وكل حاجة بتبقى بره تحت الكوبري، من جمال اللبس اللي موجود هناك بصراحة. و35 جنيه ممكن تلاقي في وسطهم جاكيت حلو بلطو حلو، جواكت أطفال ب 30 جنيه، وكمان ب 35، عبايات بيتي، ومش هقول لكم بقى عن سوق الحد بره بيبقى عامل ازاي في أسعار اللبس. سوق الحد من وانت جاية كده من عند شركة الكهرباء لحد، بالمناسبة قبل ما انسى، الكوفرتات دي ب 30، الكوفرتات ب 30 جنيه يا جماعه. وفي هنا اللهم صل على سيدنا محمد، مخبات بيقولوا عليها مخبات ريش نعام، يعني هل هي بقى محشيه من جوه ريش نعام؟ مش عارفه. هي مقفله، مخده عاديه مقفله وخفيفه جدا، يعني تحسيها زي الفايبر كده، بس بصراحه مش هايشه زي الفايبر. بيقولوا انها مخده ريش نعام والناس كانت بتشتري كتير قوي، يعني انا كنت مستغربه ليه كم الناس ده واقف على المخدات، قالوا لي دي مخدات ريش نعام والمخده ب 70 جنيه. فانتوا برضو ادرى مني في الحاجات دي، انا معرفش موضوع ريش النعام ده بصراحه. الست بتاعت اللعب دي معاها لعب حلو على فكره، واللعبه ب 5 جنيه بس، اي لعبه عندها ب 5 جنيه. بعد كده هنروح فين؟ هنا جينا عند اللهم صل على سيدنا محمد، خرجنا بقى من شارع المطبعه الاهليه وخرجنا من الحارة اللي هتخرجنا من الحارة اللي ورا شارع المطبعة الأهلية، يعني كلها حواري كده في بعض علشان أوريكم. يعني في حارة تانية هخش فيها، أنا ما مشيتش من نفس الشارع اللي جيت منه، من ناحية عشان ضايقت من الست اللي اتخانقت معايا مش عايزة أقابلها تاني، ومن ناحية تانية لقيت إن هي السوق مفرع شوارع كتير، فمشيت كده من شارع تاني علشان برضو نكتشف الحاجات اللي موجودة فيه. الفوط دي حلوة جدا يا بنات، الراجل ده عنده 6 فوط ب75 جنيه، يعني الفوطة ب12.5، تحف بجد تحف. الفوط عنده تحفة، باكت كده على بعضه، شنطة كده فيها 6 فوط، الفوطة ب12.5، 6 فوط ب75 جنيه، رهيبة رهيبة رهيبة. والفوط المشجرة دي ب75، هي مش فوطة، هي زي بشكير كده، يعني فوطة كبيرة قوي ب75. بعد كده الراجل بتاع الحاجات ده برضو لقيت تروسيكل كده، مش فرش ده تروسيكل كده، وفيه الحاجات البورسلين دي مش فاكرة، قال لي ب70 او ب90 والله ما فاكرة، بس شكلهم حلو جدا، بس مش عارفة ده سعره كده حلو ولا لأ. زي ما انتوا عارفين انا علشان بصور فمش بفاصل، يعني انا بسأل على الحاجة اكيد مش هفاصل واسيب الراجل وامشي، فاهمين قصدي ايه؟ يعني انا ما بفصلش ليه، ما بجيبش اخر البيع ليه؟ لان انا مثلا انا بسال على حاجه بس مش هشتريها، فبسال عشان اصور، فمش معقول هفضل اقول له لا بكام، لا طب تمشي كذا، لا مش كذا، وانا مش هاكل، فانا مش هنابح وناحب في الراجل وانا مش هاخد منه، تمام؟ او انتوا فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني دي ده اول السعر. انت طبعا ليكي كلمه تانية، مثلا لو انت عايزه الطاجن ده، لا مثلا لو قال لي ب90 هقول له لا ب70 كده، لكن انا بصور بس فمش هناحي فيه على الفاضي. برضو زي ما انتوا شايفين الفروشات مالية الارض، والحتة دي بالذات يا بنات تقريبا حتة كده بتاعة ورش كل اللي كانوا بيشتروا فيها رجالة، يعني معظم مش كل معظم اللي واقفين كلهم واللي بيشتروا كلهم رجالة. وفروشات اللبس برضو للناس بقى اللي عايزة لبس للشغل والورش والحاجات دي مالية الدنيا هناك ب5 جنيه وب10 جنيه، بنطلونات جينز وجواكت
لبس يعني ينفع الناس تشتغل بيه وكده، كتيرة قوي بقى، كتيرة جدا. وبرضه في شوزات وفيه شنط وفي فرش يا جماعة عليه موبايلات، مش عارفة هو ده ولا لأ، فرش عليه اهو، في موبايلات ورا، فرش عليه موبايلات مستعملة ونظارات وساعات، كل حاجة كل حاجة يعني، كل حاجة كل حاجة كل حاجة موجودة. والاسعار بقى انا ما سالتش بصراحه، انا صورت بس ما سالتش، لان كل حاجه مش زي التانية، فاكيد مش هسال على سعر الفرش كله. الحته اللي انا فيها دي مجرد ما بتخرجي من جنب الصاج الاحضر ده بتلاقي نفسك بره على الكورنيش خطوتين، وتلاقي نفسك تحت الكوبري عند